بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. بعد ما نزلنا الفيجوال ستوديو وتأكدنا من الكونفيجريشن الخاصة فيه وتأكدنا إنه فلاتر دكتور شغال 100%، بنسوي هسه رن لمشروعنا استخدام فيجوال ستوديو كود. لما أسوي رن بس بدنا نشيك على نقطتين. أول نقطة بنفتح درايف بوستر، طبعا أنا شرحه في القناة وحتلاقي اللينك في الديسكريبشن، وراح أعلمك كيف تفعل نسخة برو باستخدام درايف بوستر. درايف بوستر اللي ما بيعرفوه هو بيعمل تحديثات التعريف الخاصة في الأجهزة، خلينا نحكي مكونات الهاردوير عندك في الجهاز. بدي أعمل سكان على السريع عشان أتأكد إن كل إشي عندي أبديتد. تمام، كل إشي عندي أبديتد، ممتاز. بعد هيك بدي أعمل ريستارت للجهاز 100%، أسوي ريستارت. بعدها بلش أعمل مشروع جديد باستخدام فلتر. راح أكتب فيجوال ستوديو كود، طبعا في عندي مشروع سابق مفتوح فحامل له رن مباشرة مش راح يأثر. تمام. بس عندي نو ديفايس، استنى عليه شوي وبعمل كليك. أنا بس قاعد بالسيرش. تمام حلو، أظهر لي هسه الأوميليتر لكن ما أظهر لي للويب والديسكتوب، هي أظهر لي إياهم ويندوز ديسكتوب كروم وإيج، هذو كلهم ويب وهي ديسكتوب. فنختار الديسكتوب ونعمل F5. بسم الله، إذا تعودنا دائما أول مرة نعمل فيها رن راح يأخذ شوية وقت. تمام، وهيك نفس تطبيق الديمو اشتغل على ابلكيشن ديسكتوب، نفس البيهيفير نفس كل شيء. طبعا في النسخه الجديده كان الباكج اسمها فلتر يو اي، بتعطيك نفس الشكل الويندوز. احنا بنستخدمه في ايش؟ ماتيريال ديزاين. ان شاء الله خلال الكورس بنشرح الفروقات بين الماتيريال ديزاين والفلتر يو اي.